الحمد لله رب العالمين، وإله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام النبيين وسيد المرسلين محمد النبي المصطفى الأمين، وعلى آله الغر الطيبين الطاهرين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيد عامل صاحب الجلالة على إقليم ميدلف المحترم، السادة رؤساء المصالح في الإقليم المحترمين، السادة رؤساء وأعضاء المجالس العلمية المحترمين، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب سعيكم، حللتم أهلا ووطأتم سهلا، وتبوأتم من الجنة دارا ومنزلا. يسر ويسعد المجلس العلمي المحلي لميدلف حضوركم أشغال هذا الملتقى العلمي الثالث الذي ينظم بتنسيق مع عمالة إقليم ميدلف والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وكذا نظارة الأوقاف، وبتعاون مع المجلس البلدي للمدينة، والذي اختير له عنوان عودة الأمة إلى أخلاق القرآن والسنة تحت شعار القيم الديني منارة هادية وأخلاق عالية، انطلاقا من قول الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن المجلس العلمي المحلي لميدلف إذ يرحب بضيوفه الكرام يرجو لهم المقام الطيب ويعرب لهم عن فرحته وسروره وبهجته وحبوره بما وفق المولى جل وعلا من تجديد اللقاء وإحياء سنة المجالس والملتقيات العلمية التي دأبت على تنظيمها وعقدها المجالس العلمية المحلية في شتى ربوع المملكة، استجابة لحاجيات المواطنين والمواطنات، وتعزيزا لأمنهم الروحي والوجداني. أيها السادة والسيدات، لقد كان مقررا كما هو عندكم في البرنامج أن يحضر أشغال هذا الملتقى المبارك معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، غير أنه تعذر ذلك بسبب كثرة الالتزامات وتعدد المسؤوليات، كما تعذر أيضا حضور السيد الأمين العام للمجلس العلمي لأسباب وظروف خاصة. أيها الحضور الكريم، والآن مع كلمة السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لميدلف فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو خلق الخلق لعبادته وطاعته، فمن أطاعه فقد فاز وأفلح، ومن لم يطعه فقد خاب وخسر. اللهم إياك نعبد وإليك ندعو وعليك نتوكل، افتح لنا أبواب رحمتك وأسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وأكرمنا بنور العلم والفهم، وقنا ظلمات الجهل والوهم، ونور صدورنا وبصائرنا بنور القرآن، واملأ بحبك قلوبنا، واستعمل أبداننا في طاعتك وذكرك وحسن عبادتك والدعوة إليك إلى لقائك، واختم لنا بالحسنى وبالسعادة والزيادة التي ختمت بها لأوليائك وأحبائك. اللهم اصل على حبيب قلوبنا عبدك ورسولك محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بالحسنى والطاعة إلى يوم الدين. وبعد، أيها الحضور الكريم، بداية من نفسي ونيابة عن كافة أعضاء المجلس وموظفيه والساهرين على مصالحه ورعاية شؤونه، أتوجه إليكم بالشكر الجزيل وجميل العرفان
على تلبية الدعوة للحضور في هذا الملتقى العلمي الثالث الذي كما سمعتم اختير له شعار القيم الديني منارة هادية وأخلاق عالية. وكما أشكر مرة أخرى السيد عامر صاحب الجلالة على الإقليم ومعاونيه ورؤساء المصالح الخارجية والمحسنين والمساعدين في أبواب الخير والإحسان على ما بذلوه ويبذلون من جهد ومساعدة للمجلس العلمي خدمة لهذا الدين الحنيف. أيها الإخوة الأفاضل والأخوات، إن كل من يسند إليه القيام بمهمة دينية على اختلاف مهامهم أئمة وخطباء ووعاظا ومرشدين ومؤذنين والمشرفون على هؤلاء جميعا، يجب على أن لا يغيب عن أذهانهم أنهم محط أنظار المجتمع، فالأمة تنظر إليهم نظرة احترام وإكبار وإجلال إذا هم أحسنوا واستقاموا وكانت أفعالهم وتصرفاتهم مطابقة لما يقولون ويأمرون به. فالناس يتأثرون بالأفعال والمعاملات أشد مما يتأثرون بالأقوال، فالداعية بسلوكه وأخلاقه أفضل ممن يكون كلامه مخالف لسيرته ومعاملته. لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق حبيب قلوبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم على كل من يتولى شأنا من شؤون الإسلام وأمرا دينيا أن تكون أخلاقه منبثقة من تعاليم القرآن ظاهرا وباطنا، ظاهره طيب وباطنه نقي، بذلك يكون أسوة حسنة بين أفراد مجتمعه وأمته، وهو الشخص الذي تتطلع إليه أفئدة المسلمين اليوم. شخص تنظر إليه فترى تعاليم القرآن الكريم في سمته وسماته، يتبعه الناس على الصراط المستقيم إلى الفوز والفلاح. أيها السادة والسيدات الكرام، إذا كانت نظرة أفراد المجتمع ورؤية أفراد المجتمع إلى القيمين الدينيين نظرة ورؤية إعجاب واعتزاز تلهج ألسنتهم بالمدح والثناء عليهم، وهذا هو المرجو والمبتغى. من كان أهلا للمدح يمدح، ومن كان صالحا للقدوة يقتدى به. وإن اختل الصلاح وأهلية المدح انقلبت الرؤية والنظرة عكسا وضدا. كيف يدعو التواضع من كان سيء الطبع متكبرا، يحسب نفسه ناجيا وغيره هالكا، ويرى نفسه مهتديا وغيره ضالا؟ وكيف يدعو إلى السخاء والكرم بخيل؟ كيف يدعو إلى السخاء والكرم بخيل؟ وكيف يأمر بالمحافظة على الصلاة من يسهو عنها ويضيعها؟ كيف يأمر بالمحافظة على الصلاة من يسهو عنها ويضيعها؟ وكيف يدعو إلى الاستقامة من كان منحرفا بعيدا عنها؟ كيف يأمر بأداء الأمانة خائنها؟ وكيف يقنع من كان قلبه شغوفا بالحرص على الجاه والمال؟ هذه أحوال وغيرها لا تليق بمن يتولى رعاية الشؤون الدينية ولا بغيرهم. وقد أنكر القرآن الكريم على من يقول ما لا يفعل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، سورة الصف الآية 2 و3. على أن رعاية شؤون الدينية ليست حكرا ولا قصرا على المكلفين بها فقط، ولكنه أمانة
في أعناق المسلمين جميعهم تجاراً وفلاحين عمالاً وحرفيين موظفين ومسؤولين، كل هؤلاء جميعاً مطالبون برفع راية الإسلام وإعلاء شأنه. لا تحول المصالح الدنيوية والرغبات الشخصية دون الاهتمام بأمور دينهم، ومن قدم مصالحه الشخصية على تعاليم دينه أفسد ذلك عليه دينه. ففي الحديث الشريف: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف والجاه لدينه. أخرجه الترمذي رقم 2376، وقال: حديث حسن صحيح. ومعناه أن حرص الإيمان على أن حرص الإنسان على جمع المال وابتغاء السمعة والشهرة يفسد عليه دينه كما أشد. ومعناه أن حرص الإنسان على جمع المال وابتغاء السمعة والشهرة يفسد عليه دينه أشد من فساد الذئبين الجائعين للغنم التي أرسل فيها. وحفاظ على دينه وحسن سلوكه يعمل عمله كالجندي المجهول مخلص لله في سيره وعلانيته في ظاهره وباطنه، فتعلو درجته عند ربه ولو كان في نظر الناس غريبا. ففي الحديث الشريف: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، رواه مسلم والترمذي وغيرهما. ومعنى الغريب المنفرد البعيد عن الأهل والوطن، وكذلك المتمسك بدينه في وسط يغلب على الناس فيه التمتع بالملذات ولو كانت مخالفة لمبادئ دينهم. فيصير المتمسك كأنه غريب بينهم، يعيش كالقابض على الجمر، يتمسك بسمو أخلاقه واستقامته في كل شؤون حياته. وتكمن غرابة الإسلام وتكمن غربة الإسلام في قلة العاملين به ولو كثر المنتمون إليه، إذ العمل بالشيء هو الذي يحقق وجوده وواقعيته أن تحدث عنه، وإيمان مقتضياته وشروطه لا يغني عنه ولا يفيد. وطوبى على وزن فعلى من الطيب، وتفسر بالجنة وبشجرة عظيمة فيها. وفي بعض روايات الحديث قيل منهم يا رسول الله، أي من هؤلاء الغرباء، قيل منهم يا رسول الله: قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي أخرى: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه القيم الديني، صالحا ومصلحا، لا يرضى الدنيا في دينه، متمثلا قول الشاعر: يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. وفي حالة وجود من يخالف الشاعر في رأيه فيقول بمقاله أو بلسان حاله: يهون علينا أن تصاب أعراضنا وعقولنا وتسلم أموال لنا وجسوم. كلا، بل نحن نقول: تسلم عقولنا وأعراضنا وأجسامنا، ويسلم ديننا وكتاب ربنا، وتسلم سنة حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسلم وطننا ومواطنونا تحت قيادة أمير المؤمنين ملك الهمام. والحمد لله في البدء والنهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لميدلت على هذه الكلمة. والآن مع كلمة السيد المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بميدلت، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم ميدلت، والوفد المرافق له، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لميدلت، السيد ناظر الأوقاف لميدلت، السادة رؤساء المجالس العلمية الحاضرون،
أستاذ الأئمة والقيمون الدينيون، أيها الحضور الكريم، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة من الملتقى العلمي الذي ينظمه المجلس العلمي المحلي لميدلت بتنسيق مع عمالة إقليم ميدلت والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية ونظارة الأوقاف، وبتعاون مع المجلس البلدي لمدينة ميدلت تحت شعار القيم الديني منارة هادية وأخلاق عالية. أيها السادة والسيدات، إن اتخاذ موضوع القيم الديني كشعار لهذا الملتقى يعتبر تكريما وتشريفا لهذه الفئة من العاملين في المجال الديني وتحديدا بالمساجد، وكذلك تذكيرا لهم بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في توجيه الناس وتوعيتهم في أمور دينهم ودنياهم، وكذا في الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية التي أجمع عليها المغاربة منذ قرون، وهي المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني وإمارة المؤمنين. إن القيم الديني هو كل من يتقلد مهمة مرتبطة بالمسجد من إمام وخطيب ومؤذن وواعظ ومنظف ومراقب، إضافة إلى الأئمة المؤطرين الذين يختلفون عن الفئات الأخرى من حيث الوضعية الإدارية أو المهام والمسؤوليات التي هم مكلفون بها. وللقيم الديني مسؤوليات والتزامات داخل المسجد، فالإمام هو من يؤم بالمصلين في صلواتهم ويسهر على تنظيم الحزب الراتب بالمسجد ويحفظ القرآن الكريم للناشئة ويسهم في الحفاظ على الوحدة الدينية للمجتمع وتماسكه بصيانة الأمر الروحي ومحاربة السلوكات الشاذة والتطرف، ويساهم في النشاط الثقافي والتعليمي والاجتماعي بالمسجد، ويعمل على إصلاح ذات البين بين الأفراد والجماعات دون تحيز إذا طلب منه ذلك، ويسهر أيضا على حرمة المسجد وآدابه ويحافظ على النظام فيه ويحميه من كل نشاط خارج عن الإطار الديني والمذهب المعتمد في المملكة المغربية، ويرفع الآذان عند غياب المؤذن ويشرف على باقي القيم الدينيين على شؤون المسجد وتوجيههم عند الاقتضاء، وأن يكون ملتزما بتعليم أمور الدين وإرشاد الناس في شؤونهم ما لم يتعلق الأمر بالإفتاء في الشؤون المستجدة أو في المسائل التي يكون غير متمكن من معرفة أحكامها بدقة في الفقه المالكي، وعليه آنذاك إحالة المستفتين فيها على المجالس العلمية المحلية. أما الخطيب فمن مهمه ومسؤوليته توحيد المجتمع حول الثوابت الأساسية للأمة، تبصير المواطنين بأحكام دينهم، بث روح المواطنة في النفوس، تحصيله من الأفكار والتيارات الضارة، ترغيبه في الأخلاق الإسلامية الفاضلة، تربية قلوبهم وأرواحهم على الخشوع ومحاسبة النفس ومراقبة الله تعالى في السر والعلانية. وأما فيما يتعلق بباقي القيم الدينيين فعلى المؤذن رفع الآذان بالمسجد في وقته المحدد مع احترام الصيغة المغربية في ذلك، وعلى المنظف السهر على نظافة المسجد والمرافق التابعة له، وعلى المراقب مسؤولية مراقبة الأجواء التي تمر فيها الشعائر الدينية بالمساجد والأنشطة المقامة بها، وكذا مراقبة حالة المساجد من حيث النظافة والتفريج وبناء وغيرها، ومدى التزام القيمين الدينيين بأداء مهامهم المشار إليها سابقا. هذا من حيث الواجبات والمسؤوليات. أما من حيث الحقوق فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبالتعليمات من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعمل جاهدة من أجل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقيمين الدينيين، لعل كان آخرها إحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالآمال الاجتماعية للقيمين الدينيين بظاهر شريف رقم 1/2/200 الصادر بتاريخ 8/4/2010. ورغم أن هذه المؤسسة حديثة النشأة وتفتقر إلى الموارد البشرية الكافية، فإنها استطاعت أن تقدم مجموعة من الخدمات لفئات واسعة من القيمين الدينيين، كإعانة العجز بالنسبة للعاجزين عن مواصلة مهامهم كيفما كانت أسباب العجز. وحددت هذه الإعانة بمبلغ 3/4 المكافأة التي يتقاضاها القيم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإعانة الوفاة ويحدد مقدار المساعدة التي تقدم المؤسسة للمنخرطين فيها في حالة وفاة أزواجه في 2000 درهم، وفي حالة وفاة المنخرط تقدم المؤسسة مساعدة لأرملته بمقدار 10,000 درهم. وهناك بعض الإعانات الخاصة بالمناسبات الدينية والاجتماعية مثل منحة العيد ومنحة الزواج لأول مرة، وكذلك منحة التفوق التي تقدم للمتفوقين من أبناء القيمين الدينيين.
الحاصلين على شهادة البكالوريا، ويستفيدون أيضا من تخفيضات على التعريفة العمومية المطبقة على الدرجة الأولى والثانية لأنماة القطارات والنقل الطبي والمساعدة الطبية المقدمة من طرف شركة إسعاف. ورغم هذا يبقى القيم الديني في حاجة إلى المزيد من الرعاية والدعم بالنظر إلى دوره الذي يكتسي حساسية خاصة داخل المجتمع، فهو محطة إرسال ومركز توزيع للهدى الرباني والنور في الأمة، وهو في مقام الأسوة والاقتداء بالنسبة لغيره. وفي ختام هذه الكلمة القصيرة أرحب بكافة الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية على هذه الكلمة القيمة. والآن مع كلمة السيد ناظر الأوقاف بالإقليم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. السيد عامل إقليم دلت والوفد المرافق له، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لميدلت، السيد المندوب الإقليم للشؤون الإسلامية للإقليم، السادة رؤساء المجالس العلمية، السادة الفقهاء، السادة الأئمة الأجلاء، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي في هذا اللقاء المبارك الميمون الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي ذأب المجلس العلمي المحلي لميدلت على تنظيمها تحت شعار عودة الأمة إلى أخلاق القرآن والسنة، والتي أصبحت سنة سنوية حميدة. يطيب لي أن أتقدم بشكري وامتناني إلى المجلس العلمي المحلي لميدلت رئاسة وأعضاء على دعوتي لإلقاء هذه الكلمة، مقدرا ومنوها بما يبذله من مجهودات في مجال اشتغاله عامة وفي حسن تنظيمه لمثل هذه اللقاءات التي يستضيف إليها خيرة أهل العلم والفضل والصلاح، ويشحذ من خلالها الهمم خدمة للشأن الديني لهذا الوطن العزيز. ولعل اختيار موضوع لقاء هذه السنة يدخل ضمن العناية التي يليها المجلس لرسالة المسجد والعاملين فيه، والمستمدة من عناية وتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله ببيوت الله والقيمين الدينيين. إن القيم الديني في نظر الإسلام يحظى بمنزلة رفيعة ومكانة عظيمة مستمدة من عظمة المكان الذي يشتغل فيه وهو بيت الله، فكل من يصر على القيام بعمل داخل هذا البيت إنما هو في حقيقة الأمر يعمل مع الله جل جلاله في بيته، وكفى بذلك رفعة ونبلا وتكريما لا يماثله أو يقرب إليه أي تكريم آخر يمكن أن يحظى به القيم الدين. إنه تكريم إلهي فريد متمثل في شرف الانتساب والانتماء إلى بيوت ليست إلا بيوت الله في الأرض، أضافها الله تعالى إلى ذاته العلية إضافة تشريف وإجلال في غير ما آية. قال الله تعالى: وأن المساجد لله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله وفي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأعظم به من شرف جدير بأن يكون أهله العاملون به محل تقدير وإجلال من لدن الناس أجمعين. وطمعا في نيل هذا التكريم الإلهي العظيم، فقد سجل التاريخ الإسلامي تعاقب أخيار الأمة وساداتها على خدمة بيوت الله بإقامة شعائر الدين وتوطيد أركانه في الوجود، بدءا بسيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كبار أصحابه رضي الله عنهم، ثم من جاء بعدهم من سادة التابعين،
وخيرة العلماء والسلاطين، وكلهم كانوا يضعون نصب أعينهم الوصول إلى مقام شرف الانتماء إلى جناب الله العلي الأعلى عبر خدمة بيوته في الأرض. إنها خدمة، وأي خدمة؟ خدمة يتفاعل معها ويتأثر بها أهل الأرض وأهل السماء جميعا، على نحو ما عبر عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين قال: المساجد بيوت الله في الأرض تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض. وتأكيدا لهذا المعنى، فقد وردت نصوص كثيرة تشيد بمقام القيمين الدينيين وتعلي من شأنهم بما لا يدع مجالا للشك بأن موقعهم الطبيعي الذي ينبغي أن يكون فيه هو موقع الريادة في قيادة الأمة نحو تحقيق جميع منافعها ومصالحها في العاجل والآجل، وأنه عليهم كما على المجتمع برمته أن يكونوا على وعي بقيمة العمل داخل بيت الله، مستحضرين كل الأبعاد الربانية التي من أجلها شيدت المساجد، ومن أجل تحقيقها شرعت الوظائف الدينية التي تقام داخلها. فالذي يتولى وظيفة الآذان هو من أحسن الناس في نظر القرآن الكريم، كما يفيد عموم الآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت عائشة رضي الله عنها: فالمؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعا إلى الله. والذي يتولى وظيفة الإمامة ارتقى به الدين الإسلامي إلى درجة الإنسان القدوة الذي يقتدي به الناس في كل ما يرتبط بمعاني الخير والخصال الفضيلة، وهو ما توحي به تسميته بكونه إماما، والتي تدل على معاني التأسي والمتابعة لكل ما يصدر عنه من قول أو فعل. ومنه قول الله جل جلاله لسيدنا إبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما. وإذا كان الصالح في الجماعة يشفع لهم ويغفر الله لهم بسبب وجوده بين ظهرانيهم، فإن الإمام الذي ترضى به الجماعة وتأتمنه على أداء شعائرها الدينية أولى بهذا المعنى، وهو ما أفاده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: أئمتكم شفعاؤكم. والذي يتولى وظيفة الخطابة بوأه الإسلام موقعا مقدسا توجه من خلاله الأمة نحو كل ما ينفعها ويصلح أحوالها ويبرأ عنها كل ما يسوءها ويضيرها. وقد اكتسب قداسته من كون الخطيب يتصدر اجتماعا روحانيا فرضه رب العالمين سبحانه وتعالى، ودعا المؤمنين إلى حضوره على وجه الإلزام، فلم يفرضه قانون أو نظام أو مصلحة دنيوية، حتى إن الله تبارك وتعالى أمر الأمة بإيقاف حركتها الدنيوية للتوجه إلى الخطباء والإنصات لتوجيهاته: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. واكتسب قداسته أيضا من الظرف الزمني الذي تلقى فيه الخطبة، وهو يوم الجمعة الذي جعله الله أفضل أيام الأسبوع وسيدها على الإطلاق، كما هو صريح قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. والذي يسهر على تنظيف المساجد يحظى هو الآخر بمكانة متميزة لا تقل شأنا عن باقي الوظائف الدينية الأخرى، ما دام القصد واحدا وهو الاستجابة لأمر الله تعالى بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع. ومن مقتضيات رفعها تطهيرها من جميع الأضرار والأوساخ. إن القيم الديني سواء أكان ممارسا لمهمة دينية إماما أو خطيبا أو مرشدا أو مؤذنا أو واعظا رسميا، أو ممارسا لمهمة تقنية منظفا أو حارسا أو مراقبا، تشملهم جميعا هذه العناية. وخلاصة القول: فإن المساجد هي أحب الأماكن إلى الله تعالى،
وإلى رسوله وإلى المؤمنين، وهي الملاذ الآمن لكل من لجأ إليها طلبا لراحة النفس واطمئنان القلب. فكل من يقدم نوعا من الإسهام في تعظيمها والإعلاء من شأنها سعيا إلى عمارتها وإقامة ذكر الله فيها ليمتد إلى كافة مرافق الحياة، هو في حقيقة الأمر يزحف بكل ما أوتي من قوة سعيا نحو الدخول في من قال الله تبارك وتعالى فيهم أو عنهم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تنقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.